الخضراء والمنتخب البوركينابي طبعا بالبدلة. الكرة إلى التماس، تماس في تنبيذ رامي بن سبعين المنافس الأول للجزائر على بطاقة التأهل. المنتخب الوطني الجزائري هدف الأول للمنتخب. لاحظوا المهارة، لاحظوا الرؤية الجيدة من إسلام. سليماني هنا مرر، هنا اللمسة، هنا جدا من بلايني في العم لإسباك الحارس كوفي مدونا الهدف الأول. لاحظوا سلام سليماني هنا مرر، هنا اللمسة، هنا شميلة ودقيقة لسفيان. طبعا حالة تسلل على إسلام سليماني يراوغ منذ بداية المباراة. كرة لاحظ كرة في العمق باتجاه راسي تراوري، كانت فرصة في عمق الدفاع على الجهة اليمنى، كرة في العمق حذاري هو، كانت فرصة خطيرة للمنتخب. الفرصة مستمرة لكن خرجت وابتعدت حذاري من كرة العمق عيسى ماندي. طبعا ممتاز بلايلي في الحصول على الكرة عنة عن نهاية المرحلة الأولى بتفوق المنتخب الوطني. Done well. Now look at this strength and power from Lassina Traore. Does well, very well. There's the equaliser, 1-1 by Traore, and a clinical finish. And Tapsoba thought for a minute the ball is sharper. Simple turn, and he gets stuck under his feet by Tapsoba. 1-1. Becky.